أنتم تلاحظون أن كلا على اختلاف الأقوال كلا يستمد له استمداد من القرآن ومن السنة، وهؤلاء حقيقون بقول البوصيري رحمة الله عليه: وكلهم من رسول الله ملتمس، كل له ملتمس من السنة أو من الحديث فيما ذهب إليه. وإنما نحن نذكر لكم هذا لأننا نحب أن يشيع في الطلبة التفهم للاختلاف عند العلماء، وأن المسألة مهما كثر فيها الخلاف وتشعب تبقى محصورة دائما في راجح ومرجوح، ولا تتعدى ذلك إلى حق وباطل وإلى سنة وبدعة وإلى أهل السنة وإلى قول أهل السنة وقول غيرهم. هذا لم يكن معهودا عند الأقدمين من العلماء، يختلفون وتتباين أنظارهم، ومع ذلك لا تجد أحدا مثلا لم يقل أبدا مالك إن قوله هو الحق وقول مخالف الباطل، ولم يقل أبدا إن قوله هو السنة وقول مخالف البدعة، ولم يقل أبدا إن قوله هو قول أهل السنة وقول غيره هو قول الشافعي ولا قول الأوزاعي ولا قول الثوري ولا قول ليث بن سعد. أنه اختلفوا، أنتم تعرفون الكلام الطويل الذي دار بين الإمام مالك وبين ليث بن سعد في مسألة عمل أهل المدينة. مالك يرى حجيته لأنها دار الأنصار ومهبط الوحي وأعلم الناس بالتأويل، وليث بن سعد يخالفه ويقول: قد تفرق الصحابة في الأمصار وكل ذهب بي 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 بي. ومع ذلك لم يقل أحدهما إن قولي وقول أهل السنة، كما صرنا نسمع الآن المسائل الخلافية صار القول فيها هذا القول هو قول أهل السنة، وهذا عجيب، وهذا خروج عن الجادة في باب الفقه، خروج عن الجادة في باب الفقه. لذلك نحن نحب دائما أن نبين لكم مدارك العلماء، وإن رجحنا لكم قولا، الآن نحن لم نرجح، وفي المواضع التي نرجح لكم فيها الأقوال إنما ذلك يعني لا يعدو قولا لا يتصور أن يأتي أحد من الناس في مسألة اختلف فيها وطال فيها الخلاف قرونا فيمحو الخلاف، هذا لا يظنه إلا أبله، حقيق بأن لا يجالس الفقهاء أو لا يحضر مجالس العلم. من كان يظن أن عالما مهما بلغ قدره وواسع علمه أنه سيأتي مسألة اختلف فيها الناس قبله فيرجح حتى يظن أن الخلاف سيطمس ويمحى ويزال، هذا ضرب من الجنون. بل إن الإمام مالك رحمه الله كان يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. من فهم هذا فهم أدب الخلاف وأدب العلماء إذا اختلفوا، وكيف كان بعضهم يحسن الظن ببعض مع أنه كان لا يرى قوله. وطبعا هذا في الخلاف الذي له حظ من النظر، كان قد قرر علماؤنا ذلك البيت المشهور المعروف: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر.